السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون، مرحبا بكم، مرحبا بالإخوان اللي راهم يتابعوا فينا واللي كان ينتظروا من اللي بديت يعني نحضر أنا، وكان يدرك احنا نتحقوا بينا واللي باش يشوفونا اون ديفيري. مرحبا بكم جميعا. وطبعا الأولين اللي على القائمة اللي قدامي نبدأ نرحب بهم، رضا بن المدينة، فيدال بارمي لي فيدال من اسبانيا، من امريكا عندنا عليلو، وعندنا حسن بوعنان من دار البيضاء، ومصطفى الحماني من الميليه ولا من الميلا، المهم من شرق الجزائر. يعني تشوف كيفاش من كل انحاء العالم، من كل انحاء العالم. هذا بيخلي العصابه تمرض لما تشوف باللي يعني انا مسموع. الحمد لله بفضلكم انتوما، بفضل كبير يوديكم انتوما في كل انحاء العالم، تعرف الجزائريين حيثما وجدوا ومن طرف الاخوان المغاربه والاخوان التوانسه وحتى الموريتانيين. وهذا الشيء اللي طبعا يخلي العصابه تنعتني بالارهابي. تحياتي كذلك اخونا سعيد القديري ووسد الحو، وسد ام فيفتا مصغر، أخونا من ميدالة المغرب، عمار دريسي، دو ياسمين، بلوس لو مونسونجي غو، بلوس لي ديفيسيل أ ديجيري. يا ودي هذا ماشي ديجيري وبرك، هادو حطموه يدخلونا قليل. يحيى 34، برايجيت عباريز، فوالا برغين 33، تحياتي لك وتحياتنا لكل الاخوان والاخوات اللي راهم يتابعوا فينا. مواضيعنا اليوم طبعا الكذبه هذه تاع مجلس الامن، هذه اليوم راح نبينوها بالبرهان القاطع الساطع والدليل القاطع. درتوها انجاز كبير، درك نقول لكم باللي خرطوا، وماشي هذه أول مرة من الجزائر تكون في عضو مجلس الأمن الأخر عضو غير دائم، ماشي هذه المرة، درك تكلم عليها بالتفصيل، وقل ما يجيو يكذبونا. باش نتكلموا على، نعطي صورة طبعا من الجزائر الجديدة اللي صرا فيها صارت فيها الجالية الجزائرية في الخارج محل مساومات، وبقرة حلوب بروفيتيو فيها في الصيف باش تلعوا لهم لي بري تاع لي بيي، وزيد يجي يكتبون يقولوا درك مش فوقاش نقصوا لهم السومة، ويخرجوا دعايات بلي راهو ايرور جيلي تنقص السومة وكذا. نخلي اخ ولي يتكلم ويقارن ما بين الجزائر والدول الاخرى في السعر تاع تذاكر الطائرات. نتكلموا على حق التظاهر والتجمهر الغير مسلح في المغرب، لأنه صحافة مدورو راهي غطات وتقول باللي في المغرب خرجوا مغاربة يتظاهرون ويحتجون على زيارة رئيس كنيسة إسرائيلي إلى المغرب. برافو على صحافة مدورو ولا تروج للديمقراطية في المغرب. أيوة درك المخزن المغربي يخلي الناس يخرجوا يحتجوا حتى على سياسة الدولة ونظام الكبرانات، واش يدير؟ تكلموا عليه فيما بعد. إذن راح نتكلموا على ثاني على رئيس أوكرانيا، نقارنوا درك، نعملوا مقارنات، اللي حاول تحاربوا ذا منا ويخرج ويمشي عند الشعب، بينما ممثل العصابة رهينة العسكر ما يتحركش. هذو كان نشوفوهم بعد الجينجل. و على كل حال
نستناو كاش مستجدات أخرى نكتفي بهذا القدر بالنسبة لليوم. بعد الجنجل نبدأ من صور الجزائر الجديدة. الله أكبر، هشام أكبر، هشام أكبر.